سينيتيك عندنا رياكسيون دوردر 0 1 و 2 هذا ما كان عندكم رياكسيون دوردر 0 القوانين تاعها رياكسيون دوردر 1 القوانين تاعها و 2 هذا ما كان كي يكون لوردر 0 تسمى الفا 0 لو دو سينيتيك تاع دو سينيتيك تاعها شنو هي a de t تساوي a0 ناقص كاليتي ل t ان دومي تاعها يساوي a0 تركيز تاع a0 sur 2k l'unité تاع لوا دو سينيتيك هي مول على اللتر موانز ان فوا t موانز ان تسمى كونسنتراسيون فوا t موانز ان لو غراف دايما يجينا هابط انا مانيش نرسم لكم سوا سوا بصح المهم تفهموا هكا وهنا يكون مكتوب a دو t تركيز تاع a دو t لوا دو فيتيس سهله شوفوا v تساوي k اللي هو الكا هو كونستون دو فيتيس كونستون دو فيتيس نضربوه في التركيز تاع ال A في لوردر زعما هنا عندنا لوردر 0 تسمى 0 هادي تروح تسمى في لوردر 0 عندنا الفيتيس تساوي كونستون دو فيتيس دوكا لوردر 1 عندنا الوات سينيتيك تاعو دو سينيتيك ln ندخلو برك ln ln a دو تي تساوي ln a0 ناقص كاليتي هاديك كيما مع الاول بعد دخلنا برك ln هذا ما كان تي ان دومي تاعها واش تساوي هي ln 2 على k هنا كانت عندنا 2k وهنا بلاصه التركيز تاع a0 درنا ln 2 لوا دو فيتاس تاعها ياك قلنا مقبل هي V تاع تساوي كونستون دو فيتيس في تركيز تاع ال A 0 في المعامل تاع لوردر هنا عندنا لوردر 1 تسمى نضربوها في واحد هذا هو لوا دو فيتيس تاع لوردر 1 دوكا عندنا رياكسيون دوردر 2 هادي نضربوها في المقلوب تاع الكسر a دو تي تساوي واحد على a تركيز تاع a زيرو هنايا برك عندنا زائد k دو تي مع الاول هنايا كان عندنا ناقص دوكا زائد ما قلتش هنايا هنا تانيك يكون هابط برك عندنا هنايا ln a دو تي والله زائد ك دو تي تي ان دومي تاعها واش تساوي واحد على ك في ا زيرو لوا دو فيتيس عندنا قلنا في تساوي ك في تركيز تاع ا زيرو في لوردر اللي هو زوج الغراف هنايا برك لوردر 2 اللي جاي طالع هايليك وهنايا نكتبو واحد على ا دو تي هادي يا سيغمون تكون واحد على ا زيرو هذا ما كان كاين معلومه تعرفوش معناتها رياكسيون اليمونتير واش معناتها هي عندنا A, A, B, B. Quand les coefficients stoichiométriques des réactifs, il y a le متفاعلات, tout ça, oui, l'ordre de réaction.
عندكم زعما المعامل ستوكيومتري لهنايا زعما عندك واحد تسمى عندك لوردر 1 اذا كان زوج تسمى اوردر 2 هذه باش تبرهنوا رياكسيون اليمونتير دوكا عندنا الواداغينوس وشنو هي ك كونستانت دو فيتيس واش تساوي لنا ا كونستانت داغينوس فوا اكسبونونسييل ناقص او لي ا اللي هي ناقص لينيرجي داكتيفاسيون على ار تي الار على بالنا بلي 8.32 جول وهادي تي تمبيراتور ان كلبن عندنا كاتاليزور واش معناتها كاتاليزور محفز واش يدير هو اكسيلير لا فيتيس بصح ما نستعملوش اني با كونسومي ندير لكم هذاك كغاف بون هادي بلا كاتاليزور كيفاش كيكون كاتاليزور تولي لنا السرعه متزايده